ضيفنا الليلة هو واحد من نجوم الزمن الجميل للمقاولون العرب. هو موهبة جديدة ونجم جديد يسلط عليه المجر الأضواء بقوة ليكشف عن شخصيته التي تميزت كلاعب له بصمة وأيضا مدرب له بصمة كبيرة في اكتشاف المواهب. هو الكابتن سعيد الشيشيني. سعيد الشيشيني انت سعيد الشيشيني وسعيد هيلعبها بره هيلعبها بره هوبا جول. النجم الكبير الذي قام على أكتافه مجد كرة القدم في نادي المقاولون العرب، أو كما يطلق عليها قلعة ذئاب الجبل، نسبة إلى الجبل الذي يتواجد فيه مقر النادي العريق، صاحب الإنجازات الكبيرة في رقم قياسي. سعيد الشيشيني بدأها مع المقاولون العرب من الدرجة الثالثة في أواخر السبعينيات، عندما تم تشكيل فرق الذئاب ليلعب في الدرجة الثالثة، وكان الشيشيني ضمن أول فريق ارتدى قميص المقاولون وقده للصعود من الثالثة إلى الثانية ثم إلى الدرجة الأولى الممتازة. وكان الشيشيني من جيل عملاق ضم الحارس الكاميروني بيل أنطوان وحمدي نوح وعلاء نبيل ومحمد رضوان وناصر محمد علي وعبد الرازق كريم ونبيل إبراهيم وعبودة ونبيل عمار. حقق شيشة أو مدفعجي الوسط بطولتي الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس، وحقق أيضا لقب الدوري الممتاز عام 1983 في مفاجأة لم يكن يتوقعها أحد، حيث اجتاح المقاولون العرب في حقبته الذهبية كل الفرق، وكان فريقا صعب التغلب عليه داخل مصر أو خارجها. واعتزل مبكرا وهو لم يتجاوز عامه 32 ليتجه بعد ذلك للتدريب، وبات واحدا من المتخصصين في الناشئين، وخرجت من تحت يديه مواهب بلا حدود، بعضها تخطى الحدود، مثل النجم الأسطوري محمد صلاح لاعب ليفربول وأحد أهم ثلاثة لاعبين في العالم، وكذلك محمد النني نجم أرسنال، وغيرهم كثير من النجوم والمواهب. تعالوا نسمع قصة وحكاية الشيشيني مع كرة القدم عامة ومع المقاولون خاصة، ولحظات الإنجازات والانكسارات مع المجري. هنعرف كل حاجة عن الشيشيني. خلونا نرحب بضيفنا على شاشة الأهلي.